يعني تطورات بالغة الخطورة في أرمينيا، الجيش يدعو لإقالة رئيس الوزراء، في المقابل رئيس الوزراء يرفض هذه الدعوة ويعدها بمثابة محاولة انقلاب عسكري عليه، ويتخذ قرارا بإقالة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، بالإضافة إلى دعوة أنصاره للاحتشاد في الشوارع والميادين، لا سيما في ميادين العاصمة الأرمينية. دعوات التظاهر هذه تأتي بعد أسابيع عدة شهدت تظاهرات حاشدة للشارع المقابل الذي يدعو لإقالة رئيس الوزراء الأرميني، على خلفية فشله في إدارة الحرب التي جرت مع أذربيجان والهزيمة التي تعرضت لها أرمينيا في حرب 44 يوما، والتي استطاعت خلالها أذربيجان تحرير أراضيها التي بقيت محتلة من قبل أرمينيا لنحو 3 عقود. هذه التطورات بالغة الخطورة تتم متابعتها هنا في العاصمة الأذربيجانية باكو بقلق بالغ، باعتبار أن أي تغيير في المشهد السياسي في أرمينيا لا شك ستكون له تداعيات وانعكاسات على أذربيجان الجارة، وستتأثر بطبيعة الحال بأي تغيير في أرمينيا. لكن حتى هذه اللحظة لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل المسؤولين في العاصمة الأذربيجانية باكو، ونحن بانتظار صدور أي تعليق رسمي أو موقف من هنا من باكو.